اتفضل يا ريس. ميرسي على هالنهار الرائع. ده انتوا اللي صاحبكوا حلوه. يا استاذ مين شي وين بتاسكو يجيز ماشي؟ بقول لك اترك كل شي بالسياره، بكره بننزلهم لانه هو كثير تعبان بس مبسوط. تعبت من ايه؟ ده انت كنت واقف جون عم جون. جون؟ لا انت خليت حدا يرتاح. يلا انت نزلت حمى ونام، بكره عندك وعي بكير. طب خشوا انتوا ريحوا عشان الحاجات دي ممكن تزفر العربيه، دخلها الجنينه وانزل على طول. طيب يلا. لقيتكم ورده على عسل ابيض. بشري بشري. ده حمام خروش شليه. Почему заранее не предупредил о приезде? Это мой дом. Когда хочу, тогда и прихожу. Зачем ты приехал? Чего тебе надо? Деньги! Мне нужны деньги, старик! Останься с нами и зарабатывай деньги. Я ненавижу твои грязные заработки! Ненавижу! Дай мне деньги! Что ты хочешь? Мужчина! Дай мне деньги! Дай мне деньги! Дай мне деньги! اعمل ايه بس؟ انا دخلت لقيته بيزق عم جورجي جامد بصراحه، دم فار. استغفر الله العظيم يا رب. ده ابنه ده؟ اذا كان انا صعب عليا بهدلت الراجل الكبير. وانت ليه عم بتدافع عن حالك؟ اللي عملته هو التصرف الصح؟ انا حاسس ان عم جورجي زعل. يا عمي ما تكون انسان حساس لهالدرجه. جورج ما زعل منك، جورج متضايق من ماك ومن تصرفاته. يعني هو يقف ضد ابنه ويجي جنب انا؟ هيدا التفكير عنا نحن العرب. جورج بفكر بغير طريقة. جورج متضايق من ماك وبس. ما تلوم حالك على منيح اللي عملته. على فكرة مدام انت شكلك كده فرحانة في ماك ده. بصراحة؟ أنا كتير مبسوطة. جورج أكيد مش مضايق منك. بالعكس هو عم بيشوف فيك الأشياء اللي بده يشوفها بماك. هيدا عم بخليه يتقرب منك كل يوم بعد يوم أكتر وأكتر، ويتضايق من ماك أكتر. أنت فاجأتني. أنا ما كنت متوقع منك هيك أبداً. طب معلش أنا مدام، هو حضرتك يعني ليه محسن إنك متضايقة مني كده من غير سبب على طول؟ ما تفهمني غلط، أنا ما قصدي إنه أنت سيء، بالعكس أنا عم بقول أنت كل يوم عم تثبت لي إنك إنسان منيح، كل يوم بعد يوم أكتر وأكتر. بعتذر على سوء ظني، بس كل العرب اللي مرقوا من هون كان همهم ينهبونا ويفلوا. يا ستي صوابعك مش زي بعضها، وبعدين واحد زي حالاتي يعني ضايع، لا بيت واهل واكل وشرب ونومه، هيعملها معاك ويطلع وطي؟ مش ممكن. في ميزه تانية. ايه؟ انت كتير مهضوم. ايه؟ يعني ايه دي مهضوم دي؟ مهضوم يعني لذيذ. اه وحكيتك مهضومين. انت جيتي يا جليلة؟ انا كنت عارف انك جاية. ليه كده بس يا دكتور؟ ده انا يا اخويا لفيت نص اسكندرية على كعب رجليا وكل حاجة اتغيرت.
أنا ما بقيتش عارف حاجة يا جليلة. الدنيا ما بتوقفش، كل يوم في حاجة جديدة. لقيت نفسي مانيش عارف حاجة ولا عارف حد. البقال بقى سخانة، فكهاني بقى شركة موبايلات. تهت يا جليلة، تهت. أنا اللي كنت عارف اسكندرية شبر شبر. معلش اكملك، يعني ما بتنزلش كتير؟ أنا عايز تبقى نخرج، تيجي نتمشى أنا وإنتي. زمان كنت اركن العربية واتمشى على رجلي، ساعات كنت اروح سوق باكوس اشتري فاكهة، وكل يوم الصبح البس التريننج سوت بتاعي واجري على البحر. لا لا، ما في ناس من الجري، اذا كانت على التمشية. انت ازاي تخرج من غير ما تقول؟ انت مش عارف ان كده غلط؟ جريه يا جهان، عيب ما يصحش. بصي يا ام حماده، انت تسكتش خالص، انت السبب في كل اللي بيحصل هنا. انا السبب؟ ايوه. طب تعالي يا بنت بره، تعالي عن اذنك يا دكتور، تعالي يا بنت اطلعي. انا السبب يعني ايه؟ عشان زهقت عليه كنت بعمل له جيلي، ما جاش في بالي خالص انه هيخرج. بقول لك ايه يا ام حماده، بلا سوه يا اختي، بلا مسوش عليه، انت اللي عماله تسمعي له في حواديته وتدلعي فيه لحد ما بقاش يسمع كلام حد. يا بنت ده راجل كبير مش عيل صغير، زيه زي العيل الصغير، لو ما عملكش الف حساب مش هيسمع الكلام وهيبوظ الدنيا. حرام عليك، وطي صوتك، ما ينفعش كده. بقول لك ايه يا ام حماده، كل واحد يا اختي وليه طريقته، انا ما بتدخلش في طريقه معاملتك معاه، انت كمان مالكيش دعوه باللي بعمله. ويلا بقى اتكلي على الله، شوفي بيتك وعيالك، عشان انت اتاخرتي يا اختي. صوتي اهو ده بقى اللي مزعلني من اللغه يا منجايه. انت شدود ولا شداس؟ يا رب، يا اما تبعتهم لي مدبلشين يا اما تترجمني انا. لينا نيرفانا، حقيقتي حقيقتي سقتلك حياتي، اشتقتلك. كيف الماما؟ سلم عليكي حوسي كتير كتير حبيبتي. ما عرفتك حمادة من أهل البيت، فيك تقولي. ولينا صاحبتك. لينا من أغا. كيفك يا منجاية؟ منجاية ايه بقى؟ ما خلاص هات لقلك اتحاك، والله قلت احتاكل الضرب. شو كيفه جورج؟ خديني بدي سلم عليك، كتير اشتقتلك. يا أكيد، يلا مشي يلا. هاتي حياتي. نهار اسود، محرك قوي. يا امي يا حياتي، ما بصيرنا شو السمكيه على الغاز، الدخان صار معبى البيت كله والالارم ضرب. طلعت البلكون لقيت العالم كلها ركضت وصارت برات البيت. اكيد فكروا البيت عم يحترق. مزبوط، واجا المطافي والبوليس كمان. شو بدي اعمل بهيك حاله؟ ركضت وخبيت السمكيه بالبراد ونظفت الغاز وشغلت التيفي وعملنا حالنا قاعدين عم نحضر، ما معنا خبر شيء. المينيمم تعملي هيك، الغرامه هون كثير كبيره، اذا كمشؤون بيعملوا له المشكله. اي مزبوط، اجا البوليس. شو في؟ شو صاير؟ قلنا لهم ما بعرف. شو في؟ قالوا لنا الجيران قالوا لنا انه في دخان طالع من عندكم من البيت. قلنا لهم اكيد مش من عنا، اكيد هدول جيراننا اللي فوقنا، نحن ما خصنا. وحياة ربي انت وحده مجنونه معقول؟ طب انه معقول نيرفانا نحبس كلنا بسبب سمكيه؟ شو رايك عم جورج؟ попробуй это очень вкусно. Ты всегда заботишься обо мне. Всегда. Лина, ты тدرس هون سينما. بوقت الفرص بتجي لعنا بتشتغل وبتقعد معنا. بجد والله؟ يعني جوز اختي بيشتغل برضه في السيما. لك الحكي، شو بيشتغل؟ بيشتغل في السيما ذات نفسها هو. والله؟ بس انا ما بحب السينما عندكم بمصر. ليه بقى؟ ده احنا اللي بدعناها اصلا. مزبوط هيدا الحكي، بس ما طورتوه. يا سلام، يعني كل الافلام دي ما بتعجبكيش؟ هلا ما تقلبوا الموضوع جد بشرفكم، بلا مشكله. هلا شو بدك بهالحكي حماده؟ وجهك كثير حلو، فيه صورك؟ صورني انا؟ ليه؟ بروفيلك حلو، خرج تصوير. ده اعجاب بقى من اولها. افرح بقى يا حماده، لينا رح تاخدك بطل بافلامها. هلا عم بحكي عن جد، انا مش عم بمزح. وجهه كثير فيه ملامح حلوه وقويه، بنفس الوقت عنده طيبة وعفوية، يعني ميكس كتير حلو ونادر. ربنا يكرمك، يعني أنا ينفع أمثل؟ والله بعمل لك تيست ومنجرب. أنا طلعت قبل كده على فكرة في التلفزيون في برنامج أمانيا وأغاني. اللي هو مع أستاذ أحمد مختار. حكوا على إيه؟ لا ولا حاجة. من شرفك اتركي لها الجيم، مبسوط هون وعم يشتغل. إيه مثل ما بدك. تو خوتشيت كوفي؟ يا خدشو.
ايه ده؟ في حاجة يا أنسة لينا؟ لا. أمال إيه؟ خير؟ ولا شي، بدي طلع تيابي ونام، كتير تعبانة. تنامي فين؟ شو يعني نام وين؟ هون بهيدي الأوضة، شو ما حدا خبرك إنه هيدي أوضتي قبل ما حضرتك تيجي وتستحلها؟ يا نهار أسود ومنيل. ما تخاف أنا ما بشخ. بس يا ريت أنت كمان تكون مثلي. وأنا كنت شفت نفسي وأنا نام عشان أعرف بشخر ولا لأ. إيه على رأيك؟ بكرة أنا بخبرك الصبح. يلا. لف لي ظهرك تغير تيابي. إيه؟ أعطيني ظهرك بدي غير. شمستك عالية اليوم، كل هيدا نوم؟ نوم يا بقى، ده انا طول الليل قلقان ولا جاي للنوم. ما تقول لي كنت عم شخر. لا انا كنت عم شخر بس وانا صاحي. هنيه اللي اخذت تفكيرك، صاحبتك؟ لا ما انا يعني مش مرتبط هنا. ليه؟ مع انه ملامحه كتير مطلوبه هون. مش مساله مطلوبه، هو زي ما تقولي كده الستات هنا برضو مش يعني بعدين مناخيرهم مبرطشه قوي يعني. لكن شو اللي كان شاغل تفكيرك؟ اصل اول مره نام مع واحده في اوضه. ايه اذا كان هيك عادي، بكره بتتعود. ده بكره بتتعود.